السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو الشرح والقراءة ديال لوغومو اتيز لو ديرني جور دان كونداني صفحة بصفحة كيف طلبتوا مني. غنقرا معكم جميع الفصول ان شاء الله ديال هذه القصة هذه اللي هما 49 فصل. غنبداو في هذا الفيديو بالفصل الاول وغادي نكملوا ان شاء الله حتى الاخر فصل ديال القصة. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو وتزيدوا تشجعوني باش نزيد نخدم معكم حوايج اخرين ان شاء الله، واي حاجة احتاجيتوها خليوها لي في لي كومونتير. ونبداو على بركة الله الشرح ديال الفصل الأول. قبل ما نبدا الشرح كنتمنى أن كل شيء يدعي مع الأب ديالي بالرحمة والمغفرة ومع جميع الآباء ديال المسلمين. يلا خذوا الرواية ديالكم وتبعوا معايا القراءة ديال القصة. بيساتخ يعني اول سجن غيكون فيه لو كونداني هو بيسات. دائما نهار الامتحان كيحيدوا لينا داك المؤشر المكاني اللي كيكون فيه لو كونداني، وانتم اللي خاصكم تعرفوا على المكان اللي كيكون فيه الشخصيه الرئيسيه ديالنا. كونداني امور محكوم علي بالاعدام. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. قالك هذه تقريبا واحد 5 ديال السيمانات وانا كنعيش مع هذه الفكره. Toujours seul avec elle, دائماً بوحدي معها. Toujours glacé de sa présence, دائماً كنحس براسي جمت وفي البرد مني كتحضر هاد الفكرة. Toujours courbé sous son poids, دائماً يعني كنحس بالثقل ديالها وكتدور ليا بالجسد ديالي. أشنا هي هاد الفكرة اللي مهيمنة على الشخصية الرئيسية ديالنا؟ هي فكرة الموت. Autrefois, يعني شحال هادي, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. يعني هنا كيقول أنه كيجيب لي الله أنه دوز سنين ماشي غير سيمانات في الحبس، وهو شحال هادي يعني كان جيتي أن أون كوم أن أوتخ أوم، يعني هو غير مدة قليلة كان راجل بحال كاع يعني الرجال. هو يعني هاد المدة هادي اللي دوز في السجن كيعتبر أنه دوز سنوات. شاك جور شاك أوغ شاك مينوت أفي سون إيدي. كل نهار كل ساعة كل دقيقة كانت عندي واحد الفكرة. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. يعني التفكير ديالي كان مليء بالنزوات وداكشي كامل اللي باغي يدير، يعني اللي عجباتو كيديرها. Il s'amusait à moulouder rouler les unes après les autres. يعني التفكير ديالو كان كيديه وكيما كيقول كيما كنقولوا كيلوحوا من فكره لفكره وكيبقى يطيح عليه في الافكار اللي خاصهم يديرهم. Son ordre et son fin, يعني بدون ترتيب وبدون نهاية. Brodon d'inapuisable arabesque, cette rude immense étoffe de la vie. يعني هاد الأفكار هادو اللي كانوا كيجيو للكونداني، يعني بحال كانوا كيطرزوا على واحد القماش اللي هو غالي اللي كتنسجو هاد الحياة هادي. C'était des jeunes filles de splendide chape, des vagues, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. يعني هنا لو كونداني شنو بغا يقول لنا؟ بغا يقول لنا انه يعني كان الدماغ ديالو والتفكير ديالو ليسبري ديالو عامر غير بالفتيات الشابات وبدوك الملابس الزوينه الواعره، وحتى بدوك المعارك لي باطاي غاني، دوك كيما كنقولوا الصراعات والمعارك ديال الحياه اللي دائما هو كان كيخرج رابح فيهم. دي تياترو والمسارح بلان دو بروي اي دو ليميير، كيعجبو يمشي للمسارح اللي عامره بالضوضاء وعامره بالضجيج. اي بوي اونكور دي جون في، وثاني عزيزين عليه انه يبقى يخرج مع الفتيات اللي باقين صغار، يخرج يديروا دي بروموناد نزوهات في الليل سو لي لارج برا دي ماروني، يعني تحت واحد النوع ديال الاشجار. سيتي توجور فيت دومو ايماجيناسيون. قال لك كان دائما انا عندي واحد العيد في الخيال ديالي. جو بوفي بونسي ا سو كو جو فولي، يمكن لي نفكر في داكشي اللي بغيت. جيتي ليبر، انا حر. مانتونو دابا، يعني غيدوينا على الحياه ديالو دابا، يعني مني دار الجريمه. جو سوي كابتيف، انا مقيد يعني مكبل. مون كور اي اوفير دون زان كاشو، يعني الجسد ديالي دار في واحد الزنزانه. كاشو هي الزنزانه. Mon esprit est en prison dans une idée. وحتى التفكير ديالي والخيال ديالي تا هو مسجون في واحد الفكره. اون اوريبل اون سونغلونت اون امبلاكابل ايدي، يعني واحد الفكره اللي هي مخيفه داميه ومعقده.
Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. قال لك انا ما متيقن من حتى شي حاجه وما متاكد من حتى شي حاجه الا من هذه الفكره هذه اللي هي مسيطره عليا اللي هي كونداني امور محكوم عليا بالاعدام كواكو جو فاس اشنو غادي نواجه الي توجور لا راه دائما هي كاينه سيت بونسي انفيرنال هذه الفكره هذه الجهنميه كوم انسبكتر دو بلومب ا مي كوتي بحال واحد الشبح ديال الرصاص اللي كيبقى يدور ليا بالجناب ديالي سول اي جالوز يعني هاد الفكره هادي وحيده وفي نفس الوقت غيوره شاسون تو ديستراكسيون كتجاوز جميع العراقيل فاس ا فاس افيك موا ميزيرابل يعني ويعني هاد الفكره هادي كتبقى تجاوز جميع العراقيل وكتجي كتواجه لو كونداني وجها بوجه لو كونداني البائس Et il me secouant de ses deux mains de glace quand je vous dis tourner la tête ou fermer les yeux. Ouais, le fait que le mot, يعني كتشد le condamné ou كتبقى تهزو بليد الدين ديالها ou كتبقى يعني فيما يبغي يدور الوجه ديالو باش ينسى هاد الفكره ديال الموت كتعاود كتجيه بواحد الشكل واحد اخر Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fouir. يعني فكرة ديال الموت كتبدا كتنزلق وكتجي بجميع الأشكال فيما كيبغي التفكير ديالو يهرب منها. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. وقال لك كتبقى بحال كتجي بحال شي نغمة شي حاجة كنبقاو نتصنتو ليها في شي ديسك كنكونو كنتصنتو ليه واحد الكلمة ولا واحد الجملة كتبقى كتعاود يعني هو قال لك دائما واحد المقطع كيبقى كيتعاود وكيجي كيواجهني. سوكول افيك موا او غري ايدوز دو مون كاشو يعني هاد الفكره ديال الموت يعني ساكنه معايا وعايشه معايا في هاد الزنزانه ديالي مع هاد القضبان الحديديه موبسيد ايفي اي بي مون سومي كونفولسيف يعني هي انا فايقه وهي مسيطره عليا وحتى مني في داك النوم ديالي المضطرب مسيطره عليا لي دي دومور اي روباري دون مي ريف سو لا فورم دان كوتو وكتجيني في الاحلام ديالي هاد الفكره ديال الموت على الشكل ديال واحد السكين Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant, يعني قال لك انا فقت من داك النوم ديالي وانا يعني خايف ومخلوع وقلت في النفس ديالي او سوني كان غاف هذا غير حلم اي بيان avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entre-ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure sur la dalle moyée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la guiberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille condamnée امون لو كونداني ديالنا قال لك انا كنت ناعس شويه حتى فقت يعني تخلعت وانا نفيق وانا نقول اه هذا غير حلم قال لك باقي حتى العينين ديالي افون ميم كو مي زيو لورد باقي حتى العينين ديالي ما يعني ما خادو داك الوقت باش يتحلوا مزيان سونتر اوفرير اسي بور فوار سيت فاتال بونسي باش يشوفوا هاد الفكره هادي المحتومه عليه يعني اللي هي فكره الموت écrit dans l'horrible réalité comme on tourne les mktouba يعني في هاد المكتوبه بواحد الطريقه اللي هي مخيفه ومروعه في هاد الواقع هذا اللي كنعيش فيه اللي كيحيط بيا sur la dalle moyée et suante de ma cellule يعني في ديك الارض ديال الزنزانه اللي زعما رطبه ومبلله dans les rayons pâles de ma lampe de nuit وفي هذاك الضوء ديال المصباح اللي كيشعل هو داك المصباح الليلي اللي كيدير الضوء ديالو ناقص بزاف يعني حتى هو الى شاف فيه كيتفكر انه محكوم عليه بالاعدام دون لا ترام غروسيير دو لا طوال دو مي فيتمون في هاد الملابس يعني اللي هي خشينه ورديئه وخايبه بزاف Sur la sombre figure du soldat de garde dont la guiberne reluit à travers la grille du cachot, حتى في داك الوجه المظلم ديال داك لو سولدا داك الحارس الليلي اللي حاضي الزنزانه ديال لو كونداني واللي عنده داك الجيب اللي كيدير فيه الكابوس ديالو كيبقى مره مره ملي كيوصل ليه الضوء كيبقى كيلمع Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille condamné à mort. يعني قال لك كيجيب لي الله بحال شي صوت بدا كيهمس ليا في الودن ديالي وكيقول لي كوندامني ا مور كوندامني ا مور يعني محكوم عليك بالاعدام كان هذا هو الشرح ديال لو شابيترو 1 ديال لو رومون ديالنا لو ديرني جور دان كوندامني نتمنى انكم تكونوا استفدتوا نتمنى اكثر انكم تكونوا خدمتوا الامتحان اللي حطيت فيه هاد لو شابيتر الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى فصل جديد
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.